والله أصبحنا أصبح الموت لله. إن شاء الله تمرك الخير. بصحة جيدة أنا والله صاب الحمد لله. جوني نفكر على الصباح، عندي طريق رايح لقسنطينة، قلت ندي كم محل. عندي طريق جديد معنا في القناة، شكون مرحبا بك في قناة، من فضلك ما تنساش تشترك في القناة، تشغل الجرس، تصلك كل جديد. راح تجيبني أنا في الكرتشي، نروح سنتين إن شاء الله نركب من جديد. إن شاء الله نوصلوا على خير. شوفوا معي واش راح ندير في قسنطينة، ان شاء الله فيها خير، ان شاء الله الفلوق تاع اليوم ينال اعجابكم. شكرا لكل شخص قاعد يدعم فيا. جديد معنا في القناه، شكون مرحبا بك في قناتك، من فضلك ما تنساش الاشتراك بالقناه، تفعل الجرس، يصلك كل جديد، وشكرا. كملوا مع الفيديو حتى الاخر. بعد انا وصلت، كيف وصلت راني في بكيرة، حتى هنا على وجه فريب. هذا يبيع حوايج اصليين فريبليس، ما مستعملين ديجا كما قلتي، وعندو حوايج جدد. ندخلو ان شاء الله نلقاو عجيطات، بعد عاد نطلعو البلاد قسنطينة. والله لقيت دي زاديداس فور ما شاء الله. الحمد لله يا رب، شفت فيها دي زاديداس مليح، دي بري مليح في بكيرة من بومباي خمس طلع جيرك تقال المحل تاعها، ما هو هنا على وجه فريب، تقال عنده حاجة مليحة ان شاء الله. هكذا درك انا نحكم ترانسبور برك طلع للبلاد قسنطينة، من تما نروحو الريتشاج، بعد عاد نروح. المهم الحاجة اللي رحنا ليها خدينا الحمد لله يا رب. ندورو شوية انا مع الحاجة مامر، ربي يحفظ غنى ان شاء الله، ربي يحفظ كم والديكم كامل كامل. اللي عنده والدي ميتين طلبوا له الرحمة، ربي يرحمهم ويرحم اهل الجنة ان شاء الله. نطلعو البلاد ندورو شوية، بعد عادة نروحو للريتاج مول ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. يا ربي جو على الكيف، رنا شويه في البلاد، درت نهبطو
الريتاج مول ان شاء الله بلاصه على كيف احنا. نروحوا للريتاج حاجه اللي ما مليحاش ما عجبنيش سيركيلاسيون بزاف من البلاد للريتاج هنا النوفل تحكم قريب ساعه ونص في الترونسبور هذه الحاجه اللي مدرحنا صح الحمد لله زيدوا ندوروا شويه فنتغداو الساعه نروحوا ان شاء الله فيها شر في المول دركا ندور شويه وبعد نروح ونتغداو على هذا الروح ان شاء الله الفيديو ينال يعجبكم ان شاء الله فيها خير وقت غدا خوتي تغداو بعد هذا نروحو ان شاء الله للسنتين بالصحة غداكم وبصحتكم خوتي غاتجوني درك هنا سان تي في مروح بعد نكملكم ان شاء الله فضل الفلوق في سكينة الحمد لله يا ربي هذا انا وصلت الكرتي والله فوت يوم فور ما شاء الله نتمنى الفيديو ينال اعجابكم صورت اللي قدرت عليه
شي ومعك في عقبتها ان شاء الله. دي فيديو مازالو مليح، قولكم ان شاء الله في روحكم، والتقانا في فيديو خلاف. السلام عليكم.